مطالبنا واضحة وضوح الشمس في السماء حيث لا نخطئ وجهتنا. متظاهرو تشرين خرجوا من جديد يحيون الذكرى الثانية لثورتهم في ساحة التحرير في بغداد، تزامنا مع إعلان الحكومة إجراء انتخابات مبكرة، حيث يؤكد المتظاهرون أن لا شيء سيتغير في ظل استمرار ذات الوجوه وسلاح الميليشيات الذي يهيمن على الدولة وتبعيتها للخارج. تشرين هو الشعب العراقي الأصيل، يعني هو الحقيقي تشرين. تشرين اللي ما تابع الحزب، اللي ما من شباب مرحل، كله شباب وكل شيء هنا، تلقى المسيحي، تلقى السني، كل الطوائف هنا. احنا بلد محتل من قبل ايران، بلد احتل من قبل ايران، وايران اللي تسوي بينا هذا كله، ايران اللي تسوي بيه هذا كله. شعار الرئيس الذي رفعته الثوره يجدد اليوم وهو اسقاط النظام. النظام اصبح عاجزا عن انتاج الاصلاح من داخل هذه المنظومه الفاسده، وبالتالي فان التغيير هو المطلب الاساسي. نحن مصممين ومصرين على المضي بمطالب تشرين. الثورة كما يرى المتظاهرون في العراق ليست حالة تغيير آنية، بل تهدف إلى تغيير كل النظام السياسي الذي أسس بعد عام 2003 ومنظومة الفساد التي يحميها. النظام السياسي راد تغيير برمته، لأنه احنا من 2003 لحد هاي لحد هذا يومنا، لحد هاي الدقيقة، لحد هاي الانتخابات ما شفنا اي تغيير بالنسبه لهم. مطالبنا المطلب الاول والاخير عندنا والاهم هو اسقاط النظام بكل تحركاته، بكل احزابه، اسقاط نظام، تغيير شامل. هذا التغيير الذي ينشده العراقيون يبدو ان مسيرته واهدافه لن تنجز بين ليله وضحاها، وحتى وان تشكلت حكومه جديده كما تصر الاحزاب، فان الرفض الشعبي لن يهدأ في ظل استمرار ذات الأزمات التي تسببت بها العملية السياسية وأحزابها، والتي خرج العراقيون في تشرين الأول عام 2019 لإسقاطها ووضع البلاد على مسار التنمية واستعادة قرارها السياسي والاقتصادي.